هنا نصيحة أوجهها حتى يكون يعني بشكل واضح وبشكل صريح للأخوة في التيار الصدري، أنا هواي أصدقائي من الأخوة في التيار الصدري، أعتقد عليهم أن يعيدوا قراءة القوة والسلطة في داخل التيار الصدري. بعض الرسائل يوجهونها للداخل، يعني لداخلهم، لشد الداخل مالتهم، لشد الأتباع مالتهم، ولكنها قد تؤثر بشكل كبير عليهم في الخارج. الاستعراض العسكري لا يخدم هيبة الدولة، خصوصاً أنه سرايا السلام وغيرها هي تابعة للحشد الشعبي اللي يفترض أن يكون تابع لرئاسة الوزراء ويتحرك بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. فمثل هذه الاستعراضات سواء حصلت من التيار الصدري سواء حصلت من جهات وأطراف أخرى، أنا ما أعتقد يعني الهدف من عندها هدف أمني أو عسكري، لأنه يفترض الجهة المسؤولة عن قراءة التهديدات العسكرية والأمنية، يفترض مجلس الوزراء والجهات الأمنية. ليش عندنا وزارة داخلية؟ يعني مرات يا أستاذ سلام خلونا نسولفهم، خلونا نسولفهم مثل ما متعودين. فأنا أعتقد أنه أنا أعتقد بصراحة علينا، أنا أعتقد الأخوة في التيار الصدري عليهم أن يعود، وإلا بصراحة أنا يعني متابع للشأن وكسياسي أعمل في الحقل السياسي، أنا أعتقد هذه الممارسات تخسر التيار الصدري، خصوصا هو يطمح لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة. عليهم أن هنا أدعوك نصيحة، يريد يسمعونها أهلا وسهلا، ما يريد يسمعونها أوكي، بس أدعو لمراجعة بعض المواقف. التيار الصدري تيار موجود في العملية السياسية من 2006 ولحد الآن، له نقاط قوة وعليه نقاط سلبية، أتمنى أن لا يخسروا أكثر مما خسروا.